هو تأثير الانفصال مهم قوي على الهارب، لدرجة ان نظرته اتغيرت. شايفك ازاي في الوقت الحالي بعد الانفصال؟ معاكم روبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اللي يحب يتواصل معايا لحجز الاستشارات بيكلمني على الفيسبوك او الانستجرام، اللينكس في صندوق الوصف. الاستشارة تبقى بخصوص التوأم الشعلة او الارتباطات او العلاقات بشكل عام. بنقدم حلول كلايف كوتشنج للحياة بشكل عام. عاملين ايه؟ وحشتوني. الهارب عرضك للرفض وقال لك خلينا صحاب، احنا اخوات، خلاك تتخيل ان كل المشاعر والنظرات والاحساس والكلام ده، ده انا بعمله مع اي حد، وده ما فيش اي حاجة سبيشيال خاصة بيك. انا يعني لا، انت فاهم غلط، ده انا راجل متجوز، ده انا ست متجوزة، لا 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 انت فاهم غلط. فعرضك للرفض او قال لك كلام كده اللي هو ايه، افهمه زي ما تفهمه، اخبط راسك في الحيط زي ما انت تشوف. كان معرفش هو كان جايب الثقة دي منين، بس كان متأكد ان هو كل ما كان هيضغط عليك اكتر انت هتفضل معايا عشان انت بتحبه ومتعلق بيه، وهو فاهم ده وعارف ده. بس كل هو كان بيحاول يعمله ان انت ما تطلبش منه حاجة وما تطلبش منه اي مجهود في العلاقة، وخلينا كده وخلاص. وانت شعرت بالظلم، انا ليه تعمل فيا كده؟ انت كنت طبعا الموقف ده متضايق جدا، ويعني الصدمة فوق ما تتخيل، لدرجة اللي هو ده انا، انت ما شفتش مني غير كل حاجة كويسة، انت شفتش مني غير الحب والاهتمام والحنية والدلع والطيبة والهشتكة وكل حاجة حلوة. فانت انتظرت توضيح، انتظرت يرجع يعتذر، انتظرت ليه عمل كده، يبرر حتى. والحقيقة الفترة طولت جدا، ويمكن كمان يروح هو اللي كمان عمل لك بلوك، واللي هو بقى انا ما عنديش حاجة اعملها دلوقتي. بالرغم من الوجع والألم وكسرة القلب ده، كان دافع قوي جدا 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 ان انت تلتفت لنفسك وتختار نفسك وتختار حبك واحترامك لنفسك. والحقيقة انت كنت بارع جدا في ان انت تبان ان انت قوي واقف على رجلك، و واللي هو ده عمله مهمكش ولا همك اي حاجة من اللي هو عمله. واحساس كده اللي هو ايه، لا انت ولا عشرة زيك هيكسروني ولا يهزوني، ولا ان انت يعني كل اللي انت عملته دوت بيعبر عنك انت فقط، مش بيعبر عني انا، بيعبر عن اخلاقك ونظرتك وتلاعبك وهدفك من العلاقة. لكن انا راجل محترم، كان هدفي الحلال، كان هدفي علاقة مستقرة، انت مش موافق خلاص فاين، بس ده لا يعرفني انا. فانت تخطيته وتخطيت العلاقة وغيرت اتجاهك وشفت انت رايح فين وكملت حياتك. الحقيقة الهارب بقى وطاقة الهارب بعد الانفصال ان هو ما كانش متوقع رد فعلك ده تماما. كانت اخر حاجة في حسبان ان هو يكون اللي بيعمله دوت ان هو يعرضك للانفصال او ان هو يمشي. هو ما كانش عايز يخسرك ولا يخسر علاقة زيك. بقى قاعد بقى ايه، بيعيد حساباته، عارف ان هو عنده اخطاء كتيرة جدا، مش عارف يسامح نفسه، مكسوف قوي من نفسه، عمال يسترجع الحوار اللي دار بينكو وطريقة انسحابه من العلاقة كانت يعني عايزة اقولها بشكل محترم شوية، ما كانش فيها رجولة. هتقولي اصل الهاربة بنت، احنا اتفقنا الرجولة دي اخلاق، الرجولة دي صفات الرجولة، الشهامة والنبل والصدق والاحترام والمواجهة الشريفة، وان انا ما تلعبش بيك. الرجولة دي صفة للست وللراجل.
كان دنيء قوي، او يعني كان انسحاب رخيص لو نقدر نقول. فانت مهمكش بقى اللي انت عمله معاك ده، وانت كنت مبين له قوتك، مع ان برضو بينك وبين نفسك يعني الموضوع مكلكع معاك، حاسس كده في وجع في قلبك، يمكن بتداري، ما بتنشغل عنه، بتشوف مستقبلك، بس اللي هو ايه، عندك احساس كده اللي هو يعني ما كنتش اتوقع منك تعمل فيها كده. بس خلي بالك يا مطارد، انت يعني احنا اتفقنا قبل كده ان مش الهارب هو الشيطان والمطارد هو الملاك، لا، انت عملت اخطاء وهو عمل اخطاء، واخطاءه ديت انت سمحت بيها، فانت جزء من الخطأ. بمعنى ايه؟ انت كبرت الايجو عند الهارب، يعني اصلا الهارب كان بيتعامل بأنانية شديدة ومفرطة، وكمان عنده ايجو هستيري، يعني كان تاتشين كده فكرة النرجسي اصلا او التصرفات النرجسية. والحقيقة ان المطارد ساعده على ده ازاي؟ لما كان كل ما كان يعك، كل كان يغلط فيك ويستهين بيك ويستهين بالعلاقة وبمشاعرك ويجرحك ويبهدلك ويطلع روحك ويعمل كل ده، انت كنت بتستقبله بالحب وبالترحاب، وكنت بتكبر دماغك، وما كنتش بتقف عند المواقف. يعني انت ممكن تكون اتعرضت مثلا لموقف محرج، مثلا زي مثلا اتفقتوا على ميعاد، حبيبي هنتقابل الساعه 6، خلاص 6 جت، 7 جت، 8 جت، وانت لسه قاعد منتظر. انت ازاي مش بتحترم نفسك وبتقوم وتهزقه؟ انت ازاي ما عملتش كده؟ لا والله، ده انا ما عملتش كده. ايه ده، انا عملت كده رقم 100 مثلا، يعني كان كل مرة يديني ميعاد ما كانش بيجي. يا نهار ابيض، انت ازاي سمحت بده؟ انت ازاي سمحت بده؟ انت ازاي سمحت ان انت تقعد في العلاقة وفيها تجاوز ومثلا تليفونات ما ينفعش وكذا؟ ازاي سمحت بده؟ هاو كم يعني، ازاي علل؟ انت كل مرة كنت بتستقبله اكنه ملك زمانه، اديت له ثقة بالنفس المزيفة. عارف لما انت تربي ابنك ان هو هو فاشل في المدرسة وما بيذاكرش وعمال قاعد على بلاي ستيشن طول النهار والليل، ويقول وتقعد تقول له انت قد ايه شخص قوي وناجح وفظيع، وانت بطل العالم في البلي مسافات طويلة، تقعد تعمل له كده، فهو بقى مرتبط بان هو فاشل وما بيعملش مجهود، وفي نفس الوقت المجتمع قابلني، هتغير ليه؟ ابذل مجهود ليه؟ فانت كبرت فيه الانا الزائفة او الثقة بالنفس الزائفة، كبرت الايجو عنده بمساعدتك انت. عشان كده ما حدش، يعني زي ما كان الهارب غلطان، المطارد غلطان في حتة ان هو سمح له بده، ان الطيبة والاهتمام والحاجات الاوفر اللي كان بيعملها دوت ما كانش في مصلحته ابدا. اول لما الهارب يعني اسمها ايه، زي البالونه كده، اول لما فرقع في وشك انت. والحقيقه في الحوار اللي دار بينكم في المواجهه الاخيره ديت، يعني هو استغرب انت شايفه ازاي. يعني انت مثلا زي حصل الحوار، طب يا حماده انت ناوي على ايه؟ اكيد ناوي على الحلال، اكيد انا نفسي ان انا استقر واتجوز. فهو اتفاجئ، الاخ اتفاجئ، ازاي انت عايز تتجوزني؟ امال انت كنت متوقع ايه؟ يعني امال انت كنت متوقع ايه؟ فاكتشف من خلال الكلام معاه ان انت شايفه حاجه كبيره قوي، وان هو شخص محترم جدا وقوي وحر في قراره وعايز حاجه بيعملها. الحقيقه انت اتعاملت مع الصوره اللي هو كان بيصدرها للمجتمع، ان هو انا ما فيش مني اتنين، انا اصلا اخر فيرجن، يعني ده انا يعني اسمها ايه، اخر واحد في على الرف والله. فانت اتعاملت معاه ان هو شخص كويس ومحترم وطيب وكذا وكذا وكذا، واي نوت ان احنا نخش في علاقه مستقره ونتجوز. فهو قالك لا حبيب ماما، انا عندي شغلي، انا عندي برستيجي، انا عندي حاجات، انت ما ينفعش، انت هتبوظ لي المشهد جدا، انت مش مناسب في حياتي. وهو كان بيقولك كده علشان
هو ما عندوش حاجة كان يديها لك في الوقت ده، هو ما كانش عنده حاجة يديها لك في الوقت ده، لا كان هيعرف يستقر معاك ولا يطلبك للجواز، ولا ما كان معاه فلوس أصلا وكان عنده مشاكل مادية، ويمكن دي أساس المشاكل بينه وبين الطرف الثالث، وما كانش مصدق نظرته ليك من كتر الرومانسية والحب والهيام، وان انت يعني عايز تفرش له الارض ورد، بس هو يقول ماشي. على فكرة الكلام ده للأسف كان راجل او ست، يعني حتى الست كانت يعني لمحت له وقالت له بشكل كده يعني متداري شوية، مثلا لو ما كانش صريح ان هي يعني هتبقى، انا هبقى يعني هتبقى في عيني وفي قلبي وفي حياتي وفي كل الكلام ده، والراجل قال لها بشكل صريح انا هحطك برضو فوق راسي وكذا. فعلشان هو ما كانش بقى الهارب عنده حاجة يديها لك، فعمل ايه؟ هرب، اجري يا مجدي. فالحقيقة انت حبيت نفسك بقى اولا، وحطيت نفسك الاول، واحترمت نفسك. بقى شايفك ازاي بقى؟ بقى شايفك ان انت محب للحياة جدا، ازددت اشراقة وجاذبية وحلت في عينه، عايز يرجع لك طبعا. على فكرة شخصية الهارب من النوع ده ان هو ما كانش بيقدر الحاجة وهي في ايده، لازم يبعد عنها وينفصل ويفقدها تماما علشان يشتغل عليها عشان يعرف يوصلك. وبالاخص لو كان الهارب رجل، الرجل صياد بطبعه، فبيحب يبذل مجهود ويستنى كده ويتابع الوقت المناسب، وامتى هقرب وامتى هبعد وهخش بأني خطة، هو بيحب كده. ما قدركش خالص وانت في ايده بتعرض عليه الدنيا كلها، لا مش عايز والله. قدرك لما بعدت عنده، عشان كده الانفصال مهم جدا 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 جدا. وهو شايفك زي ما انت شايف دلوقتي نفسك، ان انت مش هتسمح ولو لموقف ولا كلمة ولا أي حاجة إنها تقلل منك أو تفقدك هيبتك أو تفقدك جزء من قيمتك. أنا يعني مش هسمح لك تاني. فأنت هتدافع عن نفسك بقوة وبشراسة، اللي هو يعني الله الغني عن أي علاقة تقل قيمتي. عارف هو ده شعار المرحلة، فده واصل له بقى. هو قاعد يفكر لما بعد الانفصال بقى، وبعد ما مشيت، وبعد كده ما حليت في عينه، حس بالندم بقى والحسرة الشديدة جدا، وقعد يفكر هو انت ازاي حبيته قوي كده، وازاي انت كنت شايفه كبير، انت كنت شايفني كبير ليه؟ ده انا ولا حاجة، ده انا ما فيش اي حاجة حقيقية يعني لها، يعني انت ازاي كنت عاملني كده وانا شخصية كبيرة وعظيمة. الهارب حزين بجد ومتألم بجد، والفترة والصحوة دي كانت، عارف فيلم كده ايه، كشف المستور، انت كشفت له كل حاجة. بقى بيكلم عنك كويس جدا، وحاسس بالتواصل الروحي القوي ما بينكو، عارف انك مختلف ومختلف عن اي حد شايفه في حياته، وعارف ان انت مختلف كمان في نظرتك للامور. لو مثلا يعني حصل مشهد قدامكو كده، مثلا موقف معين، انت هتقيم الموضوع بشكل وهو هيقيمه بشكل تاني. انت بتبص المواضيع بعمق، هو عمل كده ليه؟ ليه ده حصل؟ اصل انت ما تعرفش التاريخ بتاع الموضوع. انت بصيت على اخر مرة، مثلا زي مثلا بنت اتنرفزت على الولد، فتقول بص البنات بتتكلم رجالة ازاي، ما هي لازم اصلا تتاخد على، مش انت عارف هي ردت كده ليه؟ اصل هو دوت اذاها في 1 2 3. فانت نظرتك للمواضيع عميقة جدا، وهو ممكن يكون بيبص المواضيع بشكل سطحي، فهو بيثق فيك وفي دماغك، وعارف انك دماغك دي متكلفة وبميت راجل كده حتى لو ست، وفعلا مصروف عليك، عارف. لو والله الدماغ دي متكلفة، ان انا قريت ودرست وعملت، يعني كان في مجهود اتعمل. عارف انه ظلمك، انه اذاك، انه جرحك، انه كسرك، انه كسر قلبك، وفي وسط ما انت كنت بتحب انت خدت فوق نفوخك.
هو طبعا بيراقبك جامد جدا، وبيراقبك بكل الطرق وبكل النواحي، ولو حد من صحابه عارف الموضوع هتلاقيه هو كمان بيراقبك كمان على السوشيال ميديا. لو منزل اي ستوري ولا اي مشهد في حياتك هياخدوا عليه. يا جماعة، مش كل ما انزل مثلا ان انا بحبه في حالة رومانسية يبقى ليك، لا، هو بياخده ان هو انت اللي يعني تعبان في بعضه، فخلوا بالكو في كل حاجة انتوا بتحطوها على السوشيال ميديا هو بياخدها على نفسه، وهو بيبقى مستني الحقيقة. ما طبيعي خلال الوقت دوت في احداث بتحصل في حياتك، فطبيعي ان انت تقول انا مبسوط، انا ما زعلان، انا مسافر، انا هتجوز، طب انا هخش في علاقة جديدة. اعرف ان انت تحت الميكروسكوب. هو نفسه يعرف انت شايفه دلوقتي ازاي، شايف الموضوع ازاي. هو مش ما طبعا يعني هو مش عارف يفهمك، ومش عارف يفهم دماغك دلوقتي فيها ايه. انت قافل طاقتك وقافل افكارك وقافل كل حاجة وما بتتكلمش طبعا، وتلاقي كمان حتى السوشيال ميديا بتاعتك كلها عايمة كده، اللي هو صورة مبتسمة، اؤمر بقى يعني، فاهم؟ فهو كان بيفهمك من الاحتكاك بيك، لما يقعد يكلمك عارف ان انت صادق جدا وانت مش متلون في اي حاجة هتقولها، كان بيصدقها. فهو نفسه بس يعرف انت شايفه ازاي وشايف الموضوع ازاي دلوقتي. عارف ان انت اخلاقك عالية قوي، انك شخص محترم، شخص ملتزم، حتى في قمة غضبك انت ما شتمتهوش، ما هزقتهوش، ما قلتش منه، مع اني كنت قادرة اني اسحقك تحت رجلي، بس انت ما عملتش كده. انت مرضتش تعمل كده. الحقيقة في فرق بين انا ما بعرفش او انا مش عايز. انا قادر بس مش عايز. هو دلوقتي بقى فهم ده، فهم ان انت كنت قادر تمرمطه بس انت مرضتش. وعلى فكرة ما كانش حد هيغلطك، اصل واحد جاي مثلا ايه يشكك في سمعتك او يشكك فيك او يشكك في ان انت كنت فاهم غلط. انا فاهم غلط؟ لا يعني ما كنتش فاهم، فكان هيبقى في كلام مش حلو ممكن يطلع مثلا يعني، فاهم؟ انت عارف هو كان في الماضي ما كانش برضو فاهمك، بس كان فاهمك بقى اللي هو ايه، ده انجذاب جسدي. على فكرة عادي ممكن توافق انها تخش معايا في علاقة، فيها ايه يعني، ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس مش عارفة بتعمل ايه. ايوة انا شخص محترم وعايز الحلال. انت ليه قيمتني على معارفك يعني ليه حضرتك قيمتني انا على معارفك انت وعلى خبراتك السابقة؟ مش مظبوط. حتى لو هو لمح ان انت شخص سيء او سيء السمعة او ما عندكش مشاكل او فري انف او كذا، كل ده مصغره جدا قدام نفسه، وعنده شعور بالذنب هستيري. ويمكن ده اللي مأخر رجوعه على فكرة. يعني هو يعني مش عارف يقول ايه، انت نيلتها نيلة سودة على نافوخك مش عارف تطلع منها ازاي. وهو دلوقتي محمل نفسه فكرة ان هو ما كانش متحمل مسؤوليتك ولا مسؤولية العلاقة، ان هو كان متردد جدا 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 معاك، مش عارف يعمل ايه من كتر هو ما كان متردد، كان واقف مكانه، ما كانش بيحترمك. هو عارف ان هو ما كانش بيحترمك. انت ممكن مثلا كنت بتبعت له حاجة على مسج مثلا ولا حاجة، تقول له اصل حصل كذا، او تعلق على ستوري او وات ايفر، فما كانش يرد. وتقابله مثلا بعدها باسبوع، ازيك اخبارك، انت فين يا وحشه، ياد يا ابن يعني انت يا عم ايه شغل الجنان ده، انت من يعني ازاي ما كنتش بترد عليا وانت بتبص لي دلوقتي تضحك في وشي. فهو كان عامل لك هبل يعني، عارف اللي هو يعني، وما كانش بيحترمك طبعا يعني، او كان بيديك مواعيد ويفرقعها مثلا غير ما يعتذر، يعني ما كانش في احترام. بس هو دلوقتي متأكد ان انت كاريزما قوي وشخصية قوية جدا وهيبة جدا، ورجعت لمقامك. عارف لما انت اللي هو انا ملك مثلا، ونزلت من على الكرسي اشوف كده الاولاد في تحت كده بيعملوا ايه، فمن كتر ما انا تواضعت العي اللي حدف عليا مش عارفة ايه، رجعت متبهدل، هدومي مبلولة، وقع عليا ايس كريم، فاهم؟ فراح كده واخد الشاور بتاعه وراح راجع على العرش بتاعه، قعد مكانه، قعد بقيمته. هو دلوقتي شايفك ان انت رجعت لمكانك ورجعت لهيبتك، وعارف انت كده ايه،
من كتر طاقتك وقوة طاقتك وحضورك انت مؤثر جدا، مؤثر على كل اللي حواليك، مؤثر في افكارك وهيبتك وبنظرتك وبابتسامتك، بس ممكن يكون اقصى رد فعل ليك نظرة، بس نظرة ايه تحرق بقى، او نظرة في مكانها، او ابتسامة كده رقيقة على حاجة تبين امتنانك. عارف اللي هو ايه الصمت لغة العظماء؟ انت بتمارسها بفن بقى، بتعرف تتكلم امتى وتسكت امتى. اختصارا، هو شايفك حاجة كبيرة قوي 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 قوي، ومن كتر ما انت حاجة كبيرة قوي هو مش مصدق نفسه انت حبيته ازاي وليه، واللي هو انت عايز مني ايه من العلاقة اصلا، يعني انت كنت متوقع مني ايه، وانت ليه كنت شايفني حاجة كبيرة كده، وانت ليه حبيتني اصلا. الموضوع اعمل له ارتكارية كده في دماغه وبس، هو ان شاء الله هيرجع. بس هو بقى عارف ان هو لما يرجع لا هيتلاعب ولا هيكذب ولا هيتلون، وعارف كويس قوي ان الاسلوب ده ما جابش معاك نتيجة. هو لما يجي لازم يبقى صريح وصادق ويعتذر ويعرض عليك عرض حقيقي. انا المتاح عندي في حياتي ان انت تبقى في المكان الفلاني، انت تقبل او ترفض دي بتاعت المطارد، بس هيعاملك باحترام بما يرضي الله كده زي ما بنقول. فانت لا تتنازل غير لما يرجع الرجوع المحترم اللي يليق بيك. هتستعجل ولا اكنك عملت حاجة خلال السنين اللي فاتت ولا السنة اللي فاتت. ارجوك انتظر. بحبكم قد الدنيا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.